تونس واحدة، ولذلك لازم نرجع الوحدة الوطنية والحوار الوطني، ونكف عن الإقصاء، ونكف عن الاستبعاد، ونكف عن الافتراء. هذا شعب واحد، مثل ما الشعب من شعوب العالم العربي موحد مثل الشعب التونسي. ولذلك أقول ما تقسموناش، نحن شعب واحد، ما تقسموناش. الشعب يريد الحرية، الشعب يريد الديمقراطية، الشعب يريد البرلمان، الشعب يريد الحكومة، الشعب يريد الرئاسة. نحن نريد التعاون بين كل مؤسسات الدولة، لأننا دولة واحدة. نحن هنا ننادي إلى الحوار الوطني. شو ينقص تونس الآن؟ ينقصها الحوار الوطني. مشاكلنا مش ممكن تنحل إلا بالحوار. البلاد هذه راهي تعبت ياسر. بيش تعبت؟ تعبت بالكراهية، تعب بالليل والنهار، والناس والتوانسة يشحنوا بعضهم ضد بعض بالحقد. الحقد يوصل ولا ما يوصلش؟ الحقد يحرق ماليه، الحقد يحرق كل شيء. ولذلك الحقد نار والشيطان. حبوا التوانسة، حبوا بعضكم بعض، لأنه هذاك الطريق اللي يبني الحضارة. تونس هذه فيها حضارات متراكمة من آلاف السنين، كلها بنيت بماذا؟ كلها بنيت بالمحبة، وبنيت بالتعاون وبالأخوة، وليس بالحقد والكراهية. علاش نشيطنوا في بعضنا؟ ولذلك نحن هنا رسالة محبة إلى كل التونسيين، لأن البلاد هذه وسط جدودنا خلفها لنا، وهي على دين واحد ومذهب واحد ولون واحد. علاش نفرقوا ما بين التوانس؟ علاش الباخرة متاع تونس يلزمها تهز الناس كله؟ الذي يسعدنا هو المحبة، الذي يسعدنا التعاون، الذي يسعدنا الديمقراطية. انزعوا الأحقاد من القلوب، انزعوا الأحقاد من القلوب، واملأوا القلوب بالمحبة، واملأوا القلوب بالتعاون وحب الخير للجميع. ما تمناوش الشر لحد. نحتاج لإصلاح سياسي، أن السياسيين يتحاوروا وما تضيقش قلوبهم. الشاعر العربي يقول: لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن قلوب الرجال تضيق. ولذلك ما تضيقوش، وسعوا قلوبكم. واحد يقول: وسع قلبك، وسع، حط ربي في بالك. بلادنا تحتاج للإصلاح، تحتاج للإصلاح. يقول الغنوشي: بلادنا تحتاج إلى إصلاح. دكتور دروش، خلينا نكون صريحين من مشاهدينا، الغرب، أوروبا لا تريد يعني لا يهمها بالدرجة الأولى أن يعيش سكان جنوب المتوسط الديمقراطية، يهمها أمنها وتخاف من الهجرة غير النظامية. أيهما أنجع وأأمن لأوروبا؟ الديمقراطية التي تضمن الاستقرار، أو الديمقراطية الهشة بفعل ونحن إزاء يعني انتقاد ديمقراطي، أم الدكتاتورية، أم الشعبوية؟ الشعبوية التي جعلت الآن أرقام الهجرة غير النظامية أرقام غير مسبوقة، بالعشرات حتى لا نقول بالمئات، أرقام غير مسبوقة. وإيطاليا تنتفض، تناشد أوروبا أعينوا تونس، وقدمت أعتقد 100 مليون يورو وعد لتونس حتى تساعدها في أن تكون حارسا للضفة الجنوبية. أنتم كمنظمة حقوقية، أيهما أسلم لأوروبا؟ هناك لغة الصفقات والمصالح الاقتصادية، هناك لغة سياسية، يعني تغلب أحيانا لغة حقوق الإنسان. فبالفعل أن أوروبا أعطت بالظهر بمسألة حقوق الإنسان في تونس، يعني ولكن أنا متفائل، لأن الآن كل الصحفيين في أوروبا ضد هذا النظام التونسي الذي يعتبر نظام ديكتاتوري. وهناك يعني هناك يعني بيانات
غلبت عليها اللغة الدبلوماسية، لغة القلق الدبلوماسي، نعم متكررة، قلقون قلقون، هذه اللغة. قلقون، ولكن هو بالنسبة لأوروبا، تونس هي طبعا تحمي سواحل أوروبا، تحمي، هي سوق تجاري كبير للصناعات الأوروبية، وكذلك هناك تعاون عسكري، تعاون قانوني ضد هؤلاء المهاجرين مع الحكومة التونسية. ولكن أنا سمعت معكم قول كلام السيد راشد الغنوشي يتكلم عن المحبة، بينما يتكلم السيد سعيد قيس عيد عن القمع، ولكن القمع لن يكون الحل. هناك يجب، السيد الغنوشي يتكلم عن الحرية، السيد قيس عيد يتكلم عن البطش، السيد الغنوشي يتكلم عن المؤسسات، على المؤسسات الإنسانية، مؤسسات الدولة، السيد قيس سعيد يتكلم عن أفراد، عن هؤلاء العصابات، ويتكلم كذلك عن هؤلاء الناس الذين يتحكمون في تونس الآن. نعم، على ما أظن هناك أوروبا بدأت تفيق من هذه الغيبوبة، ونحن يعني منتبهين لما يحصل هنا في تونس. ولكن أريد أن أقول لكم، وسأخرج طربوشي كخبير شرعي، وأنا أعتبر أن يجب أن نلاحظ كلام السيد سعيد قيس سعيد، هذا كلام غير منطقي، وعلى ما أظن أنه هناك ارتكاب عصبي، هناك ارتكاب عند هذا الشخص، وهذا يلاحظ من أي طبيب في العالم، ليس فقط مني وحدي، وعلى التونسيين أن يطلبوا من هذا من رئيس الدولة الرجوع إلى 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 العقلية على المصداقية، إلى الديمقراطية، إلى الحرية. أنت تتكلم دكتور دروش، هنا تتكلم بوصفكم خبيرا شرعيا أمام محكمة النقد العليا. طبعا هناك أنا أقول، ولكن بشكل واضح، وأترك احتياطي تحفظاتي، يعني نعم تحفظاتي، وأترك تحفظاتي، وهذا الأمر يعني معترف عليه، يعني يجب أن نلاحظ هذه المعاملات هي غير دقيقة، غير طبيعية، غير سوية، تقصد غير سوية، غير طبية، غير عقلانية، وهذه خطيرة بالنسبة أولا بالنسبة للسيد قيس عيد، وكذلك خطيرة بالنسبة للشعب التونسي وللديمقراطية في العالم. ولكن سعيد تحدى تونسيين وكل الذين اتهموه يعني حياته الصحية، وأظهر للتونسيين أنه في صحة جيدة، كذا يقول. يجب أن فقط، لا نريد أن نكون خبير شرعي، يجب أن نسمع. تعرفون أن لغتي العربية ليست بهذه الجودة، ولكن عندما أسمع السيد قيس سعيد بكلامه أنا يعني أخاف على صحته. نعم.